واصلت مسابقة دور العام المصري سخونتها في القمة والقاع في الأسبوع 27 من عمر المسابقة بعد أن شهد جديدا في المراكز الأولى وتقليص فارق النقاط بين الأهلي والزمالك واشتعال المنافسة على المركز الثالث والرابع بين عدد كبير من الأندية. البداية كانت في ملعب بيتروسبورت بعدما نجح فريق الداخلية في خطف فوز غال على إمبي بهدف من دون رد لعمر مرعي تحت قيادة مدربه الجديد علاء عبد العال الذي كان مديرا فنيا للداخلية طوال الفترة الماضية ليرتقي الداخلية إلى المركز السابع ومقتربا من المربع الذهبي. على نفس الملعب واصل الزمالك عروضه الجيدة تحت القيادة الفنية الجديدة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفي مايوكا وأحمد حمودي مواصلا مطاردة الأهلي على القمة والدخول من جديد للمنافسة بعد ارتفاع رصيد الأبيض للنقطة 51 بينما تأكد هبوط غزل المحلة بعد تجمد الرصيد عند النقطة 10. على ملعب برج العرب استطاع فريق وادي دجلة كسر سلسلة انتصارات الأهلي في 2016 بعدما نجح في خطف أغلى 3 نقاط بالفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع بهدف جونيور ليتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 59 محتفظا بالقمة وليرتفع رصيد دجلة إلى النقطة 43 في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الرابع. في مباراة أخرى نجح طلائع الجيش في كسر حاجز النحس واستطاع التغلب على حرس الحدود بهدف أحمد شديد إناوي ليرتفع رصيد الطلائع للنقطة 32 وليتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 9 في مؤخرة الجدول ليضمن الهبوط للقسم الثاني. في الأسكندرية واصل أسوان نتائجه الرائعة تحت قيادة مدربه عماد النحاس ونجح في خطف نقطة التعادل من سموحة ليعزز الفريق بقاءه في المسابقة برصيد 31 نقطة وليرتفع رصيد سموحة للنقطة 43 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثالث. على ملعب الجيش بالسويس عاد فريق بتروجيت للانتصارات من جديد بالفوز على الاتحاد السكندري 3-2 رغم تقدم سيد البلد أولا عن طريق هيرنان كاواو إلا أن أبناء طلعت يوسف عادوا بقوة عن طريق أسامة محمد وجيمس تيدي وأحمد مجدي. في الإسماعيلية لم يتغير الموقف كثيرا عن الدور الأول في مواجهة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي حيث سيطر التعادل السلبي على اللقاء ليواصل المصري سلسلة نتائجه الأخيرة والخالية من الفوز ليرتفع رصيده للنقطة 42 في المركز السادس وليرتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة 38. مسك الختام كانت مباراة الإثارة والمتعة بين اتحاد الشرطة والمقاولون العرب فبعد أن تقدم الشرطة بثنائية استطاع الذئاب أن يحول الخسارة إلى تعادل غال بطعم الفوز عن طريق عمر جمال وأحمد علي في الوقت القاتل ليرتفع رصيد الشرطة للنقطة 19 ومحاولا النجاة من الهبوط ليرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 28 وليبتعد نسبيا عن ثلاثي المؤخرة. كان هدف الأسبوع هذا الموسم من نصيب الثنائي جونيور لاعب وادي دجلة بعد نجاحه في اقتناص أغلى نقاط لدجلة هذا الموسم بالفوز على الأهلي وأحمد علي لاعب المقاولون في مرمى الشرطة في الدقيقة 93 وهو هدف التعادل قبل صافرة النهاية. شهد الأسبوع 27 إشهار 28 بطاقة صفراء وكانت مباراة طلائع الجيش والحدود الأكثر إشهارا بنصيب 6 كروت صفراء بينما أشهر الحكام 3 كروت حمراء كانت من نصيب أحمد شرويدة لاعب إمبي أحمد ناصر لاعب الاتحاد السكندري ورامي عادل. أما عن أفضل مدرب هذا الأسبوع فبجدارة فاز الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب وادي دجلة بعد الفوز على الأهلي وجاء من بعده محمد يسري مدرب الداخلية بعدما استطاع الفوز على إمبي بقيادة علاء عبد العال.